السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل وصفة كتير كتير طيبة وفاخرة على الآخر، يعني عن جد بالقناة، هي المنسف الأردني. مين ما بيعرف المنسف الأردني؟ يعني نشامة أردنية، يعني منسف، يعني جميد، يعني هالحكي هذا بدنا نطبقه اليوم بالقناة إن شاء الله. أساس الوصفة هو الجميد الكركي اللي هو بيجي حجار هيك. عندي أنا حجر جميد، عندي لأنه كميته يعني هذا، بس رح استخدم له لبن وعيران رح أخلطهم معه. وعندي كليين لحمي بعظمة، وفي عندي كاستين رز حاطط لهم رز قصير، حاطط لهم نص كاسي رز طويل. أنا وقت بدي أعمل هاي الأكلة بخلط الرز، بحط كاستين رز عادي مع نص كاسي رز طويل، هذا بيعطيه دردرة كتير حلوة هيك للرز، مفرفد بصير وقت اللي أنا بخلطه. عندي بصل، بصلي لسلق اللحمة وبصلي وقت الطبخ. عندي الكركم مشان صفر الرز. السمنة هي كمان أساس هاي الوصفة، هاي السمنة أنا عاملتها بالبيت، رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. عندي تحويجة السلق اللحمي، وفي عندي جزء من الهيل، أنا هاد رح أشره وأطحنه وحطه مع اللبن. وعندي المكسرات، يعني بقى إن شاء الله رح نطبق الوصفة قدامكم. أول شغلة رح أعملها هلأ إني رح أقطع الجميد إنقعه بالمي، وبعدين رح أسلق اللحمة. وعلى فكرة الجميد هو على مبدأ الكشك عنا، يعني إذا بشمه أنا للجميد نفس ريحة الكشك وقت كنا نعمله بسوريا. فهلأ رح طبق الوصفة قدامكم، رح نبدأ إن شاء الله مثل ما قلت لكم تقطيع الراس الجميد ونقعه بالمي مشان أخلطه باللبن وأسلق اللحمة. هلأ أول شيء رح أعمله إني رح أقطع الجميد. شوفوا الجميد كيف بكون، بدل نفس الكشك بالضبط، بس نحن الكشك كنا نعمله نطحنه بودرة تقريبا ونستخدمه. فأنا هلأ هذا رح أقطعه ما بقدر أقطعه قطع هيك صغار، وحطه بالمي مشان أضربه كله على الخلاط مع اللبن والعيران. هلأ رح أسكب عليه كمية من المي، رح خليه هيك وبين ما اغسل اللحمه وعلق عليها مشان تنسلق. اللحمه رح اسلقها مده قصيره ما كتير، لان بدي اياها تاكل باقي الطبخ بقلب اللبن. هلا هون انا حطيت اللحمه بعد ما غسلتها. شوفوا انا اللحمه كيف مقطعتها، هاي انا بجيب الخروف كامل هون بقطع اللحمه، هاي الظهر، هاي العمود الفقري تبع الخروف، فلحمته كتير طريه وظريفه. انا رح احط عليه مي بارده، اللحمة الحمراء ما بتطلع نهائيا مي سخنة لأنها بتشد، ورح حطها على النار بس بلشت تغلى بقيم الزفرة عنا، وبعدين بحط لها المطيبات. شوفوا كيف بدي قيم هاي الزفرة، هذا أهم شيء تنقام، إذا ما نقامت بتعطي لون للمرقة وبصير لون اللبن مانو ظريف. حتى إذا بدكم تعملوا بس لحم مسلوقة على الحل طلع لونها ما حلو إذا هاي الزفرة فرطيت. أشوفه لما بتنقام، ولازم المراحل الأولى تنقام، ما تنتظروا عليا كتير، أول ما تبلش تفوش على وجه اللحمة تقيموها. هلأ أنا اللحمة وقت بدي أسلقها، هلأ لطبخات غير إني بدي أعمل منسف وقت بدي أحط لها ملح للمرقة بحط معاها معلقة سكر صغيرة، هاي بتساعد وبتسرع بيسوي اللحمة. بس لأني أنا بدي كمل سواء اللحمة باللبن، واللبن عندي الجميد مالح، فأنا ما رح حط له خالص لحمة ملح، عفوا لحمي ما رح حط له ملح أبدا. وهلأ بس قمت الزفرة رح حط مثل ما شايفين البصلي وعود القرفي ورق الغار والهيل، رح حطهم بالمي وسكر عليها بطنجرة الضغط تقريبا نص ساعة، وبعدين بكمل سواقها بقلب اللبن. وهلا انا هون عندي قمت الزفره، شوف صارت من احلاها اللحمه، رح احط عود القرفي ورح احط البصلي ورح احط ورق الغار وحبات الهال، ورح سكر طنجره الضغط. ولا تخافوا ابدا من طنجره الضغط، انا هلا هون سكرتها بس صارت تصفر بعير لها الساعه وبهدي تحتها على النص، يعني انا مثلا غازي عندي على 9 بحطها على 5 او على 6 حتى ما بيأثر، وبتركها ما تخافوا ابدا منها.
وبس خلصت يعني عيرت لها نص ساعة بدي أطفي، بطفي تحتها وبتركها تبرد على مهلها، ما بفتحها أبدا. وقت بفتحها وهي حابسة الضغط بتطالع كل شيء بقلبها بعدين. فأنا هلأ هديت تحتها وصارت تنفس على مهلها، أنا حاططها هون إنه تنفس على مهلها، ما إني كاتمتها نهائيا. في هوني كتير تنفيس، في هوني بحبسها نهائيا، لا هون أنا حاططها على النص بتنفس على مهلها. ونرجعكم إن شاء الله وقت نطفي عليها. وهلأ هيك أنا طفيت تحتها. إذا أنتوا كتير مستعجلين عليها فينكم تحطوا الطنجرة تحت الحنفية الباردة وتفتحوا عليها الحنفية وتبردوها وتصيروا تنفسوا لها هذا بشكل أسرع، بتصير تطالع البخار من قلبها وبتبرد. بس بردت وخلص ما عاد في بخار لحالة من هون تعطي إشارة إنه فينكم تفتحوها. إذا ما عطتكم هاي الإشارة أساساً الإيد لحالة ما بتفتح، يعني إنكم تفتحوها غصب عنها يعني هذا شيء يعني ما رح يزبط معكم وهو خطأ. فأنتوا بتتركوها تبرد عليه أنت ومهلا، أنا ماني مستعجلة تعرفها تبرد. وإذا مستعجلين مثل ما قلت لكم تحطوها تحت الحنفية بتبردوها وتصيروا تنفسوا بخارة أنتوا شوي شوي. فبتعطيكم إشارة من عند الإيد من ورا، إشارة هيك صوت إنه فينكم تفتحوها. إذا ما عطت هاي الإشارة أنتم ما تفتحوها أبدا. أنا هلأ تاركتها. هلأ أنا هون رح نزل الجميد اللي أنا حطيته بالمي مشان أطحن كله بالخلاط. صار معي؟ صار معي ناعم. أنا لأنه ما عندي غير حجر واحد رح حط معه قنينة لبن عيران وشوية لبن عادي، كمان رد أضربه على الخلاط مشان حطون على اللحمة. هذا العيران كتير طيب، أنا رح ضيفه. حط لبن سميك يعني تقريبا هون نعامله هاي اللبن نعامله معاملة اللبني. هذا اللبن التركي احنا بنتعامل معه معاملة اللبني، يعني بناكله على الفطور مع زيت وهيك. فأنا رح حطه هلأ، حط منه كمية. وهيك صار عندي لبن المنسف الجميد جاهز. شوفوا أنا هلأ صبرت عليها، شوفوا في هون عندي هاي تبع الإيد، هذا للأمان. هاي إذا ما كانت مخلصة كل البخار بقلبها ما بتشتغل معي، بتكون قاسي قافلي تماما، فأنا ما بقدر أفتحها. بس عملتها هيك وفتلت يعني فتحت معي هاي خلاص بفتحها صارت عندي تمام، ما بتخوف أبدا طنجرة الضغط نهائيا. هلأ بطالع اللحمة وإن شاء الله بنشتغل بالجميد قدامكم. وأهم شيء بوصفتنا هي السمنة العربية، يعني لازم سمن عربي. وأنا هذا السمنة عاملتها بالبيت كلكم شفتوها عندي على القناة، وهلأ رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. يعني ما فينا هاي الوصفة نحط لها زيت أو زبدي، لازم سمنة. رح أقطع البصلي، أقطع هيك جوانح كبيرة ما صغيرة. يعني ريحة السمنة لحالها يعني دواء دواء. أنا هلأ حطيت البصلي هنحوسها شوي. اللحمة قلت لكم إني أنا ما سلقتها سلق كامل، رح نزلها فوق البصلي بالسمنة. أعطيها هيك شويحة صغيرة كده، أنا إيديهم ضعف مصدمين وعين الله علينا. الأكلات رح ناكلهم أنا والبعض. رح حوسهم أقلبهم هيك شوي ونزل فوقهم اللبن مع الجلد. هذا هون اللبن عندي رح نزله فوق اللحم. هلا رح زيد فوق شوي تاني مي.
هلا هيك بلش يغلى، انا تعاملت معه هيك بتحريكي خفيفي. فليكو بلش بالغليان عندي، هديت تحته وراح اتركه يستوى على هين تو مهله. واذا لقيته نقص معي وهو عم ينطبخ، لان انا بدي اياه ينطبخ، طبخته اذا راح اصطوم بدي اصيره، فاللحمه لسه بدها سوي يعني تاكل لسه طبخ، فانا راح اتركها هون بالجميد عم تنطبخ حتى تدوب ذوبان. وقت بينقصني دمعة مي رح زد لها، وإن شاء الله بنشوفكم بالمراحل الجاي. هون عندي هذا الحب الهالي دي أنا قشرته، رح أطحنه هيك حاول قدر الإمكان إني نعمل قد ما فيني، بيعطي نكهة كتير كتير طيبة. رح أحط جزء منه هلأ وجزء قبل ما أطفي تحت مشان تضل نكهة الهال ظاهرة معي. شوفوا أنا عملتهم هيك، رح أحط جزء وخلي الجزء الثاني المرحلة الأخيرة قبل ما أطفي تحته. أنا طحنته بهاي الطريقة مشان يعطيني نكهة أطيب، أنا كان فيني أعمله على الطاحون يطلع معي ناعم بودرة، بس لأ هيك بدي إياه. أنا طحنته بإيدي وراح أتركهم نستودعهم هلأ إن شاء الله المرحلة الجاي بفرجيكم إياه. هلأ هون أنا حاطة مثل ما قلت لكم كاستين رز قصير وكاسة رز بسمتي، فأكيد مبينين أنا بنقعهم سوا، ما في أي مشكلة. جربوا هاي الطريقة بيزبط معكم، يعني ما في مشكلة إنه تفكروا الرز هذا رح يستوي مختلف عن هذا، لا لا بيستوي مع بعضه تماما. أنا نقعتهم بمي دافي هلا تقريبا، رح خليهم شي نص ساعة لتلات أرباع الساعة منقوعين، وبغسلهم ورح أطبخهم مع المنسف. أنا هلا هون رح أعمل المكسرات بالسمنة، المنسف كل شيء بينشغل فيه بالسمنة بينعمل. رح بلش حمصهم، وانا فرجيتكم الطريقة بفيديو الدجاج المتبل بالكيس، بحط لكم ان شاء الله الرابط بصندوق الوصف. هلا رح نعمل الرز. انا هون عندي مرقة اللي طالعتها من اللحمة صفيتها مزبوط وغليتها، وهلا رح احط شوية كركم بالمي مشان ياخذ هيك الرز لون صفار، ما بدي اياه صفار وغامق، بدي اياه صفار وحلو. وراح احط كمان شوية سمنة، ما بدي كتر لانه عندما بده يستوي كمان راح احط له شوي. انا هلا هون حطيت الملح ومعلقة سمنة ومرقة اللحمة وشوية كركم مشان الرز يصير عندي اصفر. انا هون الرز غسلته كله راح سقطه. هلا هون انا ما حطيت ملح كفايه للرز، بدي اياه الرز يكون يعني ملحه عادي، ما بدي اياه راكز مثل العادي، لانه الجميد ما حطيت له ولا نقطه ملح. اللبن اللي ضفته والمي اللي ضفت له اياها واللحمه اللي سلقتها بدون ملح، ومع هيك ظاهر ملحه، لانه اساسا الجميد بينحفظ بالملح، يعني بينعمل وبيحفظوا ملحه الزايد، فانا ما حطيت، لذلك رح اخلي الرز شوي فاهي مشان يتناسب مع بعضه وقت ناكله، لكن ما رح خليه انه كتير كتير حلو، لكن بدي ركز ملحه شوي. هون استوى عندي الرز، رح احط له معلقة سمنة، لانه شفتوا انتو ما حطيت شوي، انا رح اقلبهم خلص اطفي تحتهم وغطيهم وصاروا جاهزين، ما بقلبهم كتير هيك سيف المعلقة، حاول ما اخبصه وبتركهم بين ما جهز باقي والجميد. رح نزل عليه باقي الهال المطحون، رح نزلهم فوق لانه خلص صارت اموري كلها جاهزة. بعد ما ضفت الهال المطحون الوجبة الاخيرة، انا هلأ طفيت تحتهم الغاز وان شاء الله بنفرجيكم اياه مرحلة التقديم. يعني وقت السكبي معقول ما فرجيكم، مستحيل شوفوا اللحم كيف دابت. يا سلام، يعني منسف يعني الأردن، الأردن يعني النشامة، فعلا نشامة واسم على مسمى. يا سلام، أحلى اختراع اخترعوه الأردنيين. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.
ما بيحلى المنسف إلا بالمكسرات، والبقدونس بحل المنظر. يا سلام يا سلام يا عيني، الله يحفظ الأردن وأهلها وناسها ويحفظ كل بلاد العربية يا رب. وهيك كانت نتيجة وصفتنا لليوم، المنسف الأردني اللي غني عن التعريف، هو عن جد مجرب وأكابري وأكلي كتير 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 طيبي، وهو هيك بيتقدم بدون سلطة بدون أي شيء، اللبن الجميد المطبوخ فيه بس جنبه. إن شاء الله يا رب تجربوا طريقتي، وحاولت أعمله بطريقة كتير مبسطة عليكم، لأنه بتعرفوا أنتوا لما بجرب أنا الأكلات بجربها بكذا طريقة، فبالنهاية بنزل لكم الطريقة الأسهل اللي أنا بالآخر اعتمدتها. وإن شاء الله يا رب تجربوا وصفاتي وتعجبكم، عاد ما بتعرفوها لتجربوها يا رب تجربوها وتعجبكم إن شاء الله، ونال الدعاء نحن والأهل بالرحمة. هيك سكب يا عين، شوفوا اللحمة الفستق طالعة دايبي دوبان رهيبي يا عين، عن جد فستق دايبي اللحمة وكتير طعمتها طيبة، جربوها ودعولي. والرز شوفوا الرز ما أحلى كيف طالع هيك مدردر، حباته كتير كتير. جد شهادتي بهالأكلة مجروحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.